باي حقوق طائر الرفراف برقم قياسي في كان. قبل المشاهدة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شارك مسلسل طائر الرفراف في معرض كان ميبكوم الشهير بفرنسا، وتم الإعلان عن شراء حقوق العمل برقم قياسي هذا، وقد كان ضمن أغلى المسلسلات التي تم بيعها. وصل سعر بيع الحلقة الواحدة إلى 700,000 دولار، وسيتم عرضه في أمريكا في عام 2024، وذلك نظرا للنجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول من المسلسل في تركيا والوطن العربي وتحقيقه لنسب مشاهدات عالية. أما عن انتقادات الموسم الثاني من طائر الرفراف، رغم الشهرة الواسعة التي اكتسبها هذا المسلسل في موسمه الأول واحتفاظه بالمرتبة الأولى في نسب المشاهدات الأسبوعية وحماس الجمهور الشديد للموسم الثاني، إلا أن التوقعات باتت مخيبة للأمل، ولم يحظى الموسم الثاني منذ عرض الحلقة الأولى حتى الآن بنفس الصيت الذي طال الموسم الأول، بل تعرض لكثير من الانتقادات، وذلك بسبب الإطالة في الأحداث وضعف السيناريو كما وصفه البعض وعدم وجود إضافة تذكير. وقد طالب بعض الشخصيات الذين تم الاستغناء عنهم في الموسم الأول مثل بيلين ووالدتها، ويذكر أن هناك بعض الأخبار المتداولة أنه تم شراء حقوق مسلسل الطائر الرفراف وسيتم عرضه في أمريكا سنة 2024. وتدور قصة مسلسل طائر الرفراف الذي حقق ملايين المشاهدات في تركيا والوطن العربي فور عرضه حول عائلتين ينتميان إلى طبقات اجتماعية مختلفة. عائلة فريد الذي يقوم بدور مارت ديمير، وهي عائلة ثرية ذات المقام الرفيع، وعائلة سيرين التي تعتبر تنتمي إلى طبقة اجتماعية أقل. وكان قد تم اختيار فريد الذي يقوم بدوره الممثل الشاب مارت ديمير وسيرين من الزواج رغما عنهما، ولم يتفقا مع بعضهما البعض في البداية، وبعدها تحول الزواج التقليدي إلى قصة حب ولكن لم تكتمل بسبب المشاكل العائلية.